كان اللي ما يشم شويه الصابون حياتي. المهم اخوتي دابا حنا كاين في السوق اثنين ديال اوطاب وعباد اللي هو هذا دخلوا ليه الناس دابا هذا بسم الله كاين الرحبه ديال الزرع كاين الرحبه الزرع كتقول لك بزبيه كيكونوا صحاب الخير دابا السوق ما فيهش الخير لا عيب العودة خرج من السوق العودة لا خرج من السوق إلا راه شنو هي سوق صغيرة في شوية يعني سوق صغير ولا السوق هذا كيفاش داير واش كبير واش صغير واش زوين واش فيه شي حاجة اللي زوينة اللي غتخلينا نزورو هاد السوق هذا مرة أخرى ولا لا المهم الحاجة الوحيدة اللي بانت لينا غير الليل كاينة بيت موجود لكن راه انا باي شنب هاد القبيه هادي بعدا جلابه جلابه ديال الشتكين هنا باي شنب كلنا مشا نتبعو كافي انها كافي كيكون البصارة كشري البصارة البصارة مش كيف طبعا نحن 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 دبر قوي دوج ولع غل الصبع مش كان أخذ قضينا سوق زوين هنا المهم الاخوان دابا يلاه كنفطروا دابا هنايا ملي كنضربوا لي الحمال الصباح اول ما كنضرب الحمايشة ولا شجعني انا نضرب الحمال الصباح ولكن شي حاجه زوينه بزاف السلام عليكم اسم كريم بدا لي باراس لو باراس صرفينا اخويا المهم مرحبا بينا غير كنتم هنايا وطاو عبان ياك وطاو عبان وطاو عبان وطاو عبان الاخوان دابا فطرنا في القهوه في ذاك الصباح تلاقي بعنا زوينين دابا غادي نمشيو مع واحد السيد غادي يدينا لواحد البلاصه ما عرفناش المهم غادي نسولو باش تشوفوا اين بلاصه غادي نتعرفوا عليها كامل واخا كاين البلاصه دابا غادي نسولو تسمعوا ندخلوا الطوموبيل بعدا وانا ريه البرد اخويا تكون هنا فهم شو هشام دابا اخويا اش غادي نقول لك معايا خاي علي هذا السيد صديق ديالي كيدير التجاره ديال خويا سيدي مشرفين اخويا كيدير الله يبارك فينا مزيان راه فطرنا معنا عليه مع الصباح واخا ما صورناش اللحظات ديال الفطور مع الصباح جينا الحيينه دابا اللي سمعني جيت انا السوق دي حيينه غادي يقول لك اودي راك غتمشي تشري السوق الخير انت راك شتي السوق ما فيه حتى بهيمه لا والو هذاك مول القهوه عنده الخير الرئيس ديال هاد الجماعه هادي هي الجماعه ديالهم عنده الخير هاد السيد المول الفرماسيان كيربي الخيل هذاك السدور اللي حداه عنده الخيل يعني هنا الخيل النمط ديال الحياه كلشي عنده الخيل هنا ما تلقاش الخيل في السوق يعني مثلا انا خصني عاود طلعت للحيينه راه خصك تمشي تجيبو من الدار اش كيمشي العود انا دابا هاد العلاقه اللي بيني وبينو ديال الصداقه لو كون ماشي الخير كنحسبوها حنا نسوبيه يعني لو كون يلقى هو شي حد شانق عليا راه غيجي النفس عليا بحال نسيبو ولا بحال خوه ولا بحال ولد عمو وخلقتنا غير التجاره ديال الخيل ما فكرتوش انكم حاشين ديروا هنا سوق ديال الخيل زعما الخيل ماشي د السوق ماشي د السوق هنا بحال دابا الخيل بغيتي العاود حنا معروفين هنايا بحال دابا كلشي كتسول شكون اللي عنده العاود مزيان بحال دابا كتمشي كيديوك الناس دوك تشري مع عنده العاود واحد كيقولها لواحد انا نعطيك دابا نشرح لك بالضبط بحال دابا منا مثلا انا العود اللي مصني عليه الراجل عارف السيد اللي باغي العود باقي كي كنقولوا باقي غشيم ماشي شي حريفي في الخيل يعني خصني نجيب له شي سياره يكون فيها الديريكسيون اسيستي صح ما يمكن في من غادي نوضع الثقه ديالي يعني لما ضعت ما وضعتهاش واحد بيع شري اللي انا اصلا كنثق فيه كنعرفو كيشري المليح وكيعرف الاصل هذا كيعرف الاصل لان حريفي من دابا علي فين عنده لاباس ديالو ديال التجاره راه ماشي هنا في الحيينه ولا في فاس ولا في الخميسات واخا معروف في الخميسات هو راه كيلاقي مع الناس دوجده مع الناس دبرقام تما عاود راه مازال اسطوار اخرى ديال الخيل كاينه في الشرق يعني دابا في ممشى في هاد المناطق يعني معروف ولا بد اي بلاصه هنا نمشي ليها معروف عندك خميسات عندك وجده
بحال كتصدر البهيمه. اييه كتصدر. انا قلت كان بيني وبينه علاقه ديال التجاره، ما كيشوفني ما كنشوفو، كتجي البهيمه لفاس كنهبط انا كنطلقها فاس. بحال لا صافط لياش غير شي جواد البرا مع مول الكار شديته منه من الباب فقط. يعني الامور ما كتبقاش معقده، غير شنو خصك يكون شي شويه التماره وشي شويه ديال المعقول. غير هو الا قال لك طايبه راه طايبه، قال لك محروقه راه محروقه. البياسه الا عجباتو راه غتعجبش. البياسه الا عجباتو راه سنالك عليها الطبيب صافي. سالات الهضره، لان هاد الناس هادو ماشي حد جاوا تراموا التجاره ديال الخيل ولا هوايه وتطورات. هنا الخيل عندهم مع الحياه، مع الاولاد، مع الدم، مع الورد. سرح عينيك، سرح عينيك، شكون اللي غياكل هاد الخير هذا الا ما كلاش الخيل؟ صح. كي غيدير هاد العود اللي غيتربى في هاد العقابي هادو، كي غدير هاد العوده كي غتلقى عندها السدر اللي غتاكل هاد الخير وتطلع في هاد العقبه. البدله غتلقى مفلحانة مشرقة بالفال طردقة كاع. فهمتي علاش هنا ناجح الخيل وناجح الموالي؟ مسألة مسألة بلاد، مسألة البيئة. البيئة اخي شوية صعيبة يا اخي البيئة. انا شوية شاش كيطلع اخي. ها انت فهمتي البيئة قاصحة. شاش كيطلع الخيل ديال المنطقة يا اخي شي حاجة النيل فيها الصلابة وفيها القوة وفيها هذا ما كيقلب بنادم. الاصل المسألة ديال الاصل. دابا باش حنا كنديو على الزين كنديو على الاصل. بحال دابا انت كتقلب على الاصل ديال الخيط، متعاودش كنبغيو نشريو كنشوفو الاصل ديال الخيط. هذيك المسألة اللي بغيتي تقول. هذه المسألة يا اخي دابا انت واخد ديال الاصل، انتم الوحيدين يا اخي اللي كنسمعتكم هذه القضية في خميسات ولا سمعتوا في اي سوق اخي، كتسمع شي اخي كاع الكلمة ديال الاصل. سمع غير زوين فيه الكرموس ولا فيه الخوخ ولا فيه التفاح ولا فيه البنان. صافي والله كيشدو عاود كيفرق. الاصل الناس راه هربات على هاد القضيه ديال الاصل. انا هادي اللي حرقاتني في خاطري، انا اللي ضرني في خاطري الشيء اللي خص الناس يعرفوا. راه الخيل اصل اصول، الخيل راه اصل. انا مزيانه لا زوينه يا اخي، انا عاجبني هاد المنطقه يا اخي. راه اول مره عندي هنا بدا راه شي حاجه زوينه. الدويره ديال الحاجه اللي سرح عينيك. الناس كيعيشوا هنا شو على بيئه في كل واحد فرا. علاش نجحات الخيول في حيينا؟ هذا من الاسباب، لان هي وسيله النقل. اش من موتور، اش من بيكالا، اش من كواد غيديك من هنا مثلا لعند عمتك ولا لعند اختك ولا لعند الا ما كانش الا ما كانش عنده العود التيربو والركبه والحافر مربع. والله الا شي لا فزقات هاد بياضه وبحال قبطات الفار الكولا. والله ما عندك رجلين صح لا فكيتي راسك. انت برجليك تبقى اون بار. ما عندكش شي حافر صح والله تبقى اون بار. دوقني باش راه خصك تعرف بنادم علاش الخيل كي راه ماشي جات حيينا وكانت بلاصه الخيل. ماشي بالشنعه. هذا سبب اخي. هذا سبب اخي. حتى جايني اللوطا وتقول لي عندي العود. قول العود غير البيشكليطات. اللوطا ودي غير البيشكليطات. فين كيحلى يا اخي؟ دابا راه حنا في القصبة ديال الدوار د ولاد احمد. القصبة ديال الدوار ديال الدوار ولاد احمد. المهم هذه هي الدار. هذه هي الدار ديال الحاج. هذه هي الدار ديال الحاج ديال العربي والدين. المهم اخي شكرا بزاف حيت ضيفتينا في هذه البلاصة الزويونة. مرحبا. البلاصة هذه بعدا. هذه هي. شنو غتورينا دابا؟ نوريك العود. العود. العود جينا نشوفو لان موصينا عليه واحد السيد، واحد السيد بغى شي عود مزيان. وانا هذه هي التجاره، هذا النوع ديال التجاره. الاصل في التجاره الخيل، يعني كتجي عند الرجل دارو. كتجي عند الرجل دارو لان الاصل في العود نسوبيه، كتولي علاقه بحال شكل العائله. دابا انا السيد هذا يطيح عليا بالعافيه ومتاح عليه بالعافيه ولا قتلنا غير البهايم. هذه اللي المهم اخوتي غادي نشوفوا العود باش نشريو العود ان شاء الله. هذه هي البوكسه ديالو. زيد ما يعاودش يعض. لا ما يعضكش. ايوه 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 الجمال حاج. واخي تبارك الله اخي عاود مليح اخي. اش دم اش عاود دم اخي مال اش يولد شحال عنده دابا في السنه؟ هذا دابا طالع 6 سنين. ما شاء الله اخي 6 سنين اخي وبد فورمي اخي. اش راه بحالو بحال العوده بحال جدع. يعني يا اخي الكاركاس اليوم كيف كيف. هذا اخي هو العود اخي بعيدك اخي. العود اخي بهذ المواصفات اخي السوق اخي ما عمري شفتو اخي. شفتو عليك انا يا اخي وباقي صغير.
قلبوه على الله خرجوا برا وقلبوه بسها الله مش هادي جمجم ما الدوزان خلي بدك يحيد داك الشكل لا هذا هذيك ما بغيتيها هذا هذيك ما بغيتيها واه شي هذيك الفوقه خير الدار عنده قيس وخا قيس لا لا ما تخافش لاباس دابا خاصك التليفون عنده واخا يعني عنده خاصه ايوه يا اخي اول مره غادي نركب اخي وتوعد اخي مشد لي يا اخي مقيد ولا شي حاجه والله الصحاب راه جات كنيه عند هاد الناس نعاود غير هاد الحلوه راه غيطلع
الله على راحي يا صافي هادشي تحيت اخي وحق الله الشيخ الاحساس اخي ديال فوق العود اخي شي حاجه عظيمه وحق الله شتا انا العود ملي كنمشي ليه وكنشوفو اه كنعرف العود شنو هو ماشي كنمشي نعبرو بيديا ولا غير عيني لحقاش انا ملي خلقت وانا مع الخيل ومع البهايم هادي هي حياتي ديالي غير مع الحياه هلا بقى كنشوف العود نقول لك واش مقرج ولا هو هذا غير بعيني شنو مقرج شنو حنا كيكون الراس ديالو ناقص ناقص هذاك الرمودي حقيقي بحال دابا هذاك كيصلح الكورس كيصلح ماشي التبوريده التبوريده خص العود يكون من قال المهم الناس شرح ليهم العود شنو هما حروف الزين اللي فيه العود ها ثاني يكونوا رجليه غلط زينين بحال دابا كيكون الحفر عنده زين غليظ بحال دابا من هنا يكون عنده الحفر غليظ ستايو حفر غليظ خص الحافر يكون غليظ ها ياك والعصبة لا راه باين العصبة ويكون العود بحال دابا غليظ عظم في عظم كيفاش كيفاش عظم في عظم بحال دابا يكون العود غليظ ماشي غير على وي غليظ الكادر عنده يكون الكادر غليظ كاركاس يكون غليظ زيد ويكون الراس بحال هكا عند العود يكون وافي الراس عنده يكون بحال شي وافي يكون وافي ما يكونش ناقص هذوك هما اللي صافي التبوريط الراس مجبود ماشي غليظ غير مجبود الراس يكون طويل يكون العمق التعنقيره هي الشيء بحال دابا يكون عنده العمق زايد العمق زايد اي خصو يكون العمق ضروري يكون زايد يكون العمق زايد على اللور العود دائما اللي يكون عنده لوفايل لقدام ديال التبوريطه باش واخا حتى يجري في الحدوره ولا ما كيدكش لان الكتاف هما اللي كيهزوا الثقل في الحدوره وي الكتاف الا ما كانش الا ما كانش الماكينه صحيحه والشاسي صحيح راه العود ضروري راه غادي يتفرما يتفرما انت شتي غير دابا هو مهبط راه الا ما كانتش البهيمه عندها الشاسي صحيح مهند راه ما ضربلوش 15 يوم العود ديال الكروسه كيحلوه في يومين الله يسخر لك هذا الجام ديالو يلا غادي يعطيك الصحه بدات السوق السي علي هذا طابو عبان السوق ديال طابو عبان المهم اخوتي هذه هي الدخله ديال السوق غادي ندخلو من هنايا المهم غادي نشوفو السوق كيفاش داير شي حاجه زوينه شي حاجه مختلفه بزاف الصالون ديال الحلاقة مثلا بعد ما شفنا داك العود داك الدهم ديال هاد السيد هذا هو طرنا واحد الدوره في السوق خلقناها تمايا في السوق وريناكم تقريبا السوق ديال اوطا وعبان هاد السميه مبغاتش هاد السميه مبغاتش تدخل ليا كاع لساني كاع طلعوا هاد الناس هادو دابا غادي ديروا سطيب غير الزوم انا في سبيل الله ها هو كنضحك معكم اخوتي دابا غنمشي نشوفوا دابا واحد شنو غنشوفوا دابا عاود شي عند كريم عوده ولده غنشوفوا العوده كريم عنده واحد الخير وسنا الحليب ديالها نشوفوا كيفاش داير بعد ما قعد داكشي بدا خريف ماشي هنا كاري مازال 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 ماشي باش لا لا قريب يعني انا عارف الدار غير الدخله ديالها انا يجي باش كيعجبني بدا ديما بدا كيقول ما تخافش ما تخافش ما خايفش اخي يجي ما خايفش اساس والناس اخي الله يعمر هاد الناس طيبين بزاف خصنا نتناسبو معاكم اخي انتم منكم اخي شي عوده الحمد لله دابا راه نزلنا من الطوموبيل الناس كيمشيو عندهم كيرحبوا بينا في الدار ديالهم كيعرفونا في الخيل ديالهم هنايا كنشوفوا اي حاجه يعني بكل اريحيه بكل حب بكل تواضع شي حاجه زوينه بزاف هادشي ما كاينش في شي منطقه اخرى من غير هاد المنطقه هادي لا كدبانه غادي
طبيعه زوينه خضوريه شموشيه. ها نتوما بيعطاوهم هنا كلشي. ها نتوما كتشوفوا راه جايب واحد العوده من ليه تبان لكم من هنايا، راه جايب من ديك التيره من ليها. المهم اللي كتبان لي يا اخي عوده مليح يا اخي، هي وجدة ديالها. هشام ها العوده عاوتاني هي رابطه هي وجديه. كي نشوفوها ها انتم اخوتي صون مونتاج سير هبط 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 عادي هبط عادي تصرف عادي. اللهم بارك هاو جديع مازال. اش قول لي يا اخي انا شي جديع بحال هكا يا اخي كاين في السوق راه ما يمكنش. لا لا هشام هشام باش تحكم اخي فهاد الجديع اخي بهاد الطريقه يا اخي، الا ما كنتيش اخي نيت ولد الوقت اخي ما تحكمش فيها اخي. كيعرفوا راه مولاه با هذاك، هذا جدع ولد واحد بحال سميتو موزع يطلع ان شاء الله زرق. ايوا ايوا انت واحد راني. شحال من شهر اخي هذا؟ خويا خارج 9 شهر 4 شهر 4 8 شهور دابا هذا 8 شهور جدع ديال 8 شهور. الطولة يا اخي انا اخي شوف هشام هشام كنلقى اخي الخيل اخي ديال المنطقة هذه طوالة اخي ماشي طوالة على المنبت وعلى الحضايا وعلى الاصل المقابلة المقابلة راه باين هذا العود باين هذا كاين هنا في لاستاسيون دو مونتي ديال طابو عبان راه شاف كريم جات الناس من جديدة وجات الناس من سطات جابت العودات ديالها عمرات بموزة مول ايفيكو وصاحبو كيجيو الناس كيعمروا بالفحولة هنا لان حتى الشركة الملكية لتشجيع الفرس عانية بهاد المنطقة. ظريف راه كان هنا، لوضا كان هنا، سايس كان هنا، يعني الفحوله الناس اللي كتعرف في الخيل راه غتعرف هذه الفحوله اللي كنقول. ظريف. هذا ولد موزار اللي كيعرف في البارب راه غيعرف موزار شكون هو، هذا ولد موزار. ولد اي موزار. شوفوا العوده يا اخي. العوده الله يسلمك. ولا دعم الموتى يا اخي. وانتم اخوتي. عندك. تخافش تخافش تخافش. اللهم بارك اخوتي. دابا هذا المليح هذا هو من سبب من الاسباب اللي حرام تخرج هذا الخير للسوق، شكون علاش تخرج هذا الشيء للسوق؟ دابا دخلنا عليك بالله اخي هشام هذا واش غدخل علينا للسوق؟ لا هذا ما يدخلوش للسوق. حشومه تدخل اخي هذا الشيء للسوق. هادو انفو غدخلهم للسوق. ابقى يقلبوا لهم قزاز بوم في الموم هذا الخير تحقروا الا دخلتيه للسوق. دابا اخي مثلا دابا انا هذا الشجع هذا ما عمر شينا دابا تقريبا فوقاش كنصور الصور ما عمري شفت شي شجع في السوق ديال بحال هكا وعنده يلاه بشحال كنتي من الشهور ياك. الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. دابا هذا مادري دار دابا عامين قداش غيكون دابا؟ الله يبارك مو زينه وباه زين. هذا هو القضيه علاش كنهضروا حنا على الخيل في الاصل. انما هم امم نمثالكم حتى البشر راه بالاصل والخيل راه بالاصل يعني غادي تقلب. وانا كيقول لك علاش انا كتعجبني حياه هنا كنركب معاهم التجاره حنا جينا نشوفوا عند خي عبد الكريم لان انا واحد السيد موصيني على عوده زينه. انا فين غتقلب له على عوده زينه خصك تقلبها له عند الناس الزينين بعد هذه الدرجه الاولى الاصل اخي الاصل غتقلب على الاصل قلب بعدا شوف قلب على مول العوده كي داير وشري من عنده بتغمض العينين. المهم اخي غنسولك اخي كي كتكون اخي التجاره ديالكم اخي هنايا بحال شي في المنطقه ديال الحيينه؟ خويا حنا هنا في الحيينه راه انت عارف الا دخل السوق الا دخلتي في السوق راه ما غاديش تبيع مزيان كلشي كيعتذرك بلي ان غادي تبيع شي حاجه بحال يبيع ريفولي بحال في البلاد هاك اللي دخل عندك الدوار ولا الدار غادي يشري منك من الكوري هذاك شكل اخر. الا كان عندك المليح راه غادي تبيع بوجهك احمر حف السوق. حنا السوق راه واخا اللي قال هذاك نفرقوا معاه من العشاء وما ندخلوش تقدر زعما دير هذه السلعه ديال السوق. لا واخا اللي قال هذاك نبيع حوايج شنو قال لك كيفرق معاها العشاء وما يدخلهاش للسوق. الا كان باغي يبيع بحال دابا ما يقدرش يبيع. ما نبيع واش درت بيه حتى لقيتو شي ثمن بحال اللي كتبيع. الا دخلتي للسوق كيتكنى الديشي راه المليح. المهم التيتر ديالهم الوريقه ديالهم كلشي مريق كلشي مريق. دابا زيد ضرب ليها البارتيه ديال تقعد باكا كريم دوز الماكينه على الجدع جديه تا هو مورق ويلي راه بلا بيسي ديك الطريق. ها هو
عطاه السير يا اخي بالرقم ديالو. ها هي العوده. دوز العوده سير ما تخافش من ابدا يا رصا. لا خافش منك على حساب الله يا ندوز. لا راه داز داز. لا ما دازش على عيني على عيني. بحال اللي كتخاف هي الواحد هي كتعرف مولاها. يلا ماشي شوكه ماشي شوكه ماشي شوكه ماشي شوكه زيد عندي ماشي شوكه ماشي شوكه ماشي شوكه ما كتسحب الشوكه باش داويش حاجه ما كانش شوكه ما كانش تهرش ولا ما كانش. محمود هذاك محمود محمود والفلوس داتهم خلود محمود وليت خلص السوق يشري جلود بس سير المهم انتم اخوتي كتشوفوا دابا الناس التواضع ديالهم والطيبوبه ديالهم ان بحال شي كاينه في المحل ديالهم وشوفوا الخيل ديالهم اللي عندهم هنايا في المحل الناس جايبه الخيل بحال شي بكل اريحيه وكل تواضع وكتقول لي بحال شي السلعه ديالها كيفاش دايره. الله يسخر لهم والله يزيدهم. وزعلانه دا وايشا زعلانه دا نيشا. لا الخفوزيه وكذا حسب مو هكا كان الا ما فعلا ما خرجش هذاك الزرق انا غنرجع نبيعو ونشري في القنايه. السائق ديالنا اي مرتك الداخل في كدير الطريقه ديال بعدا اخويا غادي نمشيو دابا ما خطينا التجاره دابا في هذه الساعه غادي نمشيو نتولعوا نقولوا تبارك الله غنمشيو نشوفوا العود ديال واحد الاخ ديالنا هو كيدير رئيس ديال الجامعه هنا السي محمد الفلاح باش حتى انت تدي شي معايير ديالك. شوفوا دابا العود ديال رئيس الجامعه. يعني انا قلت لك رئيس الجامعه في حيينا عنده العود، الخماس عنده العود، الملياردير عنده العود، الميكانيك عنده العود، كلشي عنده العود هنا. الخيل نمط ديال الحياه، جزء من الحياه. علاش انت كتشوف الخيرات الله كاين ما يتكل. هنا الناس ما كتقراش الحساب الخيل الماكله، هنا كيسولوا على الاصل. انا دابا غادي نتولع، راه ما غادي لا نبيع لا نشري. العود مولاه ما كيبيع فيه ما كيشري، عود زين غادي نتولعوا. والله الا متشوق اخي نشوف الخيل العود ديال عند الرئيس اخي نشوف فيه. عود راه خداه ب 12 مليون ماشي بالمزاح، 12 مليون والصرف. والصرف. 12 مليون والصرف، كنقولها ماشي زعما انا جايين نتولعوا هذاك الخير ديال الله تعالى غندخلوا ونحمدوا عليه سيدي ربي اللي كتب لنا العمر وكتب لنا كي كنقولوا الفرصه نشوفوا هذا الخير اللي خلق مولاه، الخير اللي خلق مولانا. اما لا مولاه لا اللي ولده ولا اللي شراه راه غير سبب، هذاك خلق الله تعالى خلقوا لنا حنا كنتمتعوا فيه دابا اكثر من مولاه. هي راه بعيد راه يا خوتي راه كاينه في الجبل ولا بنت. المهم غادي نحلوها دابا بعدا ونخرجوا. الكارطه ديال الجدعه فين تقاس الوراق والروينه البرد اخي نيزا دخل 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 هذاك بغيت جيبها البرد قلت لك اخي راه كيلبخ لي البلاصه باش نحل الباب. لا ما تفهمش هضر مع العصابه. يلا عصابه هيا العصابه. هذه هي الدار وهذا هو المنظر. We'll be right back.
بكر رئيس الجامعه ديال السي محمد بن الله. سيدي محمد واحد ثلاثه وا حاجة حلوة كراميل. شحال عنده في فمو هذا؟ ها؟ شحال عنده في السن؟ عنده شي 8 سنين. 8 سنين. بقيتو ما يدير ليا والو؟ لا 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 لا. واه. صافي. عندك اسهل. لا لا. ازرق مليح. اللهم وصل هذيك على صلاتي. حفر اخي قداش البدره. طوله. المليح المليح هو الحياه. اه شارك باب فوق منه وتشوف اخويا ما كتبناش ركبه فوق منه كتزيد في العمر. ما كتبناش اخويا ركبوا لك انا يا اخي تبارك الله. حتى مولاه راجل مزيان ماشي زعما كنشكرو مولاه راجل مزيان عطاه شاد العود عطاه له ربي على قد قلبه وعلى قد نيته عاود سخر له فيه الله رطب ساهل هذا راه جينا غير نتولعوا فيه وييه غير نتمنظروا في هذا الخير الله ونقولوا تبارك الله
لم يعد ما واه واش يبدل عنده اخي جي الظهر فيه العز والكرش فيه الكنز، الاصل هي النتوى. ما تذكر غير البارود، الناس اللي باغا تكسب. الظهر فيها العز والكرش فيها الكنز. واو. انا كتخرج لك الكنز والظهر فيه العز، إلا ركبتي على العودة واش عمرك جربتي تركبي على العودة؟ لا والو. راه مازال ما شفنا والو. تلعبة. تلعبة تلعبة، حتى 0.000 كذا ديال الخيل، راه مازال ما شفنا والو بالحياة. الدار ديالي. الدار ديالو هي هذه. تخيلوا كيفاش كتلاقي بين البشر. La même chose, c'est le couillard. Thank you.
السران دابا راه كاين البرد، بغيت نتخبى من هنا باش نهضر معكم. المهم راكم شفتوا الزين ديال العوده اللي كاينه وجدوا عليهم شي حاجه واعره، شي حاجه بزاف، شي حاجه هاربه بزاف. المهم باش نجيكم للاخر المليح في البلاد. اجي تغدى معنا الحاج، خلط علينا لقيتو. اجي تغدى معنا. بسم الله. يلا خويا طريق السلام، الله يعاونك. مشى. انا نعيط لستيتو ما بلش. ما بلش انا. انا اصوني عليه قول له الدراري كيسينوك راه عينا نصوني عليه ما كيواجبش، الله يرحم باك. بسم الله بحدا سخونة. الله يبارك فيك، ندوزو نشوفو داك العود عنده. جدا ماشي المحبس. يلا الله يسهل الامور. يبغى الحر يدير. انا عاد عندكم دابا نتوما هي نص طايبه، انا هو العود اللي كتبغي انا طايبه. لا مازال مرحوبه، ما كتوقف ما واقفاش حتى غيتبرك عليها ودخل السبع ما واقفاش، راه نص طايبه. لا لا ماشي على البيع، حنا دابا قلت بغينا نعرفوا بالمنطقه. انا غنشوف التجاره ديالي اللي فيها التجاره راها باينه، ولاني المنطقه فيها المليح، المليح ما باينش. هي النقطه اللي فيها البلاصه اللي معرفزه. اش شريف باينه. ايوا ما فيهاش. الله يكرمك وحفظك اخويا، الله يجازيك. مرحبا بكم في الحيينه. الو بو هشام، واش الفطور باللحم والغدا باللحم؟ كلشي باللحم ولا خلي قالي في تاريس. دابا راه كنا جايين من هاد البلاصه هادي من هنايا، كاين واحد البروبليم هنايا، الطريق مسدوده، كاين شي ناس هنا غنتعرفوا عليهم. نعم شي دكه تجي والو كاين اجي كاين شي دكه يا صاحبي. دابا انت خدعتني حتى كتزاول ما عرفتش شنو فيها. والو اخرقه يا انا اخرقه. هذا بنادم يقول لك يا خا ما تخاف من والو، ما تخاف ما تدش ما اولي احنا ما كنروحو احنا نوضي فين والو اللي بغيت نديرو الشاب اللي بغيت نديرو. تبقى عرفنا بك شي فايده نعاونوك. الفايده الواحده هي النشاط. النشاط يوالا لا لا طبعا كيطلع النشاط كنموت على هاد الجلسه هادي وحق الله. استعداتكم واخا هي الجلسة اللي مكان موجه. بسم الله اش بدا صح الله، هذا هو الخير. ماشي مع الناس الجوال احفظك ابويا. تعاتك قلنا شنو الزويده الدوخه الزويده ديالكم، الدوخه الزويده ديال البلاد. السميه ديالك بعدا راه عبد العلام. بالعلام ايوه مشرفين اسيدي. راه كيصور هرا يصور عارفه سامي ليه يصور هذا باب الصحافه. بسم الله اجا سيدي غتقول واش غتغش لا لا غتغش لا تاكل اكلي استعامكم انا بكري اكل دابا اكل دابا مرحبا صاحبك سيدي العزيز. هذا كاع عقل عليك ما يعقلش. واش هو عقل عليك زويته مليحه يا اخي. كنحس اخي بديك المذاق الاخراني مريق عقلت عليك شويه كني ما عرفتك. لا انا عرفتك تبت راسك اش زويته بلديه ديال البلاد. اييه ولكني ما عرفتكش على جيت عندنا ما بقيتش مذكر لا فاش هذا ديال البهايم مقدم ديال هذا الدوار هذا. هذا هو المقدم هو سيد خالد. هذاك هو سيد خالد. هذا المقدم وهذا سيد عزيز الخليفه. خليفه هي الخليفه ديالو هو هذا خليفه سيد عزيز. اللي لابس جلابه ما نخافوش منه الحمد لله. ملي لابس اخويا ديال الجلابه الجلابه كتستاهل كتستاهل خصني غير الرصه ديالك. ايوا هذه العمامه. العمامه كنقول لكم اللي احنا الرصه لا العمامه. الجلابه والرصه هي اي طراج كما يجي الشروط ديال تاسلام ياك اللهم يسر ابويا. مرحبا الله يحفظك الله يحفظك الله يستر خير الله يسهل عليك الله يعاون الخليفه الله يحفظك. الله يعاونك ما شاء الله. والله الا خلقتيني يا صاحبي واعق هذا من علاش هذا
ناس اخي لا عمر هذا راسها شي واحد الزويت اخي زيت اخي الا قلتي زيت زيت وحق الله هذه مدرسه هذه لا مدرسه اي بوعراب مدرسه بوعراب 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 هذه هي بزاف ديال الحوايج معرمين غير تعرموا عليك بوحدك وصافي عشرين هذيك هي الدار دابا الثالثة أو الرابعة اللي مشينا اللي مشيو ليها دابا غادي نكتشفوا العود اللي عندهم تما الخيل اللي عندهم تمايا وغتشوفوا الخيل تبارك الله عند هاد الناس هادو اللي كاينين كيفاش دايرين الناس ما كيدخلوش الخيل ديالهم نهائيا للسوق كاين شي حاجة سميتها السوق مشيو نتناسبوا معاهم عاوتاني كاين البرد بزاف هنايا تسقر مع راسك اش بغيت نسوق اخي أو مرا عندك هنايا ولا هو هاد الدار راني واكل فيها نكون واكل فيها شي طوموبيل الخبز هادي الدار ديال عبد الرحيم البرقادي يعني راجل اللي معروف راجل معروف في الصعيد الوطني لان راه عطى بزاف للسلاله الوطنيه خرجوا من هنا في حوله بحال روبسون بحال برادلي بحال بوبال وزيد زيد زيد بزاف في حوله خرجوا من هاد الدار غير انا هنا اللي بغيت ندخلك تشوف النمطيه ديال الكوارات التقليديين تشوف الخير كيخرج من كوري تقليدي ماشي بالضروره ذاك المربط كما هو عنده شي عود زوين اخي هنا في هاد الدار كاينه 16 للبياسه كاين 16 الخيل تبارك الله كاينه في هاد الدار هذا كوري هذا عصري هذا غير كيخدم فيه الماكله هذا باغي يشوف دور الكاميرا شوف الديور كاملين هنا ماشي ضر فيها العود الزهر اللي عندنا هاد النهار نقص شي شويه هو هاد الريح والبرد ما كاينش اللي غيخرج البهيمه يضرب فيها صوت فيها هاد الشرقي البارد اش علاش ما غاديش يخرجهم انا انت تدخل تشوف انت 16 عاود اخوتي الله يرحم الوالدين هذا حسن البرقادي شرفنا السي حسن البرقادي للاسف السي عبد الرحيم البطل الوطني ديالنا ما كاينش لنا الاخ ديالو برشيد تعرض لواحد الحادثه ولكن هو راه كاين الخليفه هنايا وقلنا راه تقول نازل على خويا حسن انا كاع الناس اللي عندهم موساج كنبغيهم بزاف ما شاء الله الله يدير خدمته بسم الله زيد اخي يونس هادو الكوارا ديال الاصل يعني غتشوف كوري من النمط التقليدي هانت وطبر باوي تعاوتاني هادشي جميل جدا اخي سلام لاباس كلشي بخير هادي عاودة باربا خويا بارب هذا بارب اصيل باينه غير في كاركاس عندنا هو صور بلاتي مخرج مزال 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 بارب بنت هذه شوف بارب غير من اللوجه ما شاء الله هذا باين سكينة بارب كيبان من واش كتعرفوا من بارب اخي؟ لا من السلالة اصلا حنا كارتا كارتا خذ جدع اللي كيجي ديما واحد الاول الله يسخر ماشي بارب زين ولد موزر هذاك ولد موزر شو سبحان الله عوده ها هو خرجك سير مليح حسن خرجت الشغل دابا حتى الناس كيحسبها راه هادشي ساهل وحسبها فهمني حتى المتلقي عارف ان هذا مش كيدوز عليه روبسون مثلا اللي راه في الملكيه الشركه الملكيه في الشعر فراس فين خلاق روبسون خلق هنا برات اللي خلق هنا عند شريف البرقادي غتدخل السيستيم ديال الشركه الملكيه لتشجيع الفرس غتلقى بان المولد هو عبد الرحيم البرقادي الناس كيسمعوا به البرقادي وما كيعرفوش كاين اللي كيتخيل هذا البرقادي شي جبل هو غير درويش غير درويش راه انسان عادي ما تشبعش منه راه فوتوكوبي حسن و
عبد الرحيم راه هذا خوه الصغير هو اللي مطاكي الصهد هذا هو البراد فير ديالو حنا كنوجدوا هو 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 اللي اللهم يسر خلاص هذا ولد بوبال هذا ولد واحد فحال معروف ارابر واو اخي زوين صافي في داك الديكور اخي ها هو غيخرج لك الخيل خرجك من دخول البر ماشي هي غير الخيل دابا انا غنشوفهم في كوريا وان شاء الله غنديروا يدير بالضبط المونتاج داكشي غيجي مع شي موسيقى مع بجيبه داكشي عاود بارب طير البربري الاصيل بربري اصيل بارب كلهم اخي ضري فينا خير جدي عليك قال لي اشتري هذه هي انت اخذت الاخر الله يسخر والله لا الطرافه اخي الطرافه وزين الله يسخر يا الله يسخر تبارك الله اجي تشوف غلط هذا البار الاصل ديال البار اللهم صل عليك رسول الله اللهم هذا حصان بربري اصيل 100% ولا كانوا شي متتبعين عشاقه ومال عقي عرفوا البربره يمر في الدار على باب الدار عبد البربره سهل ياك سهل لا سوي راه انت سهل يا سيدي وصيتي علينا هاد فوق خرج عندنا في الزراوط والعشابيات الله يكرمكم واش تعرفوا يديرها الله الله سيدي الا بقات الوقفه ديالك معنا هنايا ولاني الله يشافي داك الاخ الله يشافيه الله يشافي ويعافي الله يشافي ويعافي من ديوات وانا من ديوات على بالسياده هذه المساله معروفه البربري القضيه ديال العنق اللي عنده الفقرات هادو العظام السنسور عنده العنق قصير العربي البربري والخيول ديال الدنيا كامله عندها 6 الفقرات عندها 6 العظام هنا البربري بوحدو عنده 5 داكشي علاش عندنا العنق قصير هذا ماشي حتى في الضروره يكون قصير ولكن في التشريح ديالو حنا كنقولوا باش كنميزوا هاد السلاله خلينا على النقاط ديال الزيت يعني البرب باش غتميزو على العربي البربري انا قلت كاين هاد البلاصه الملاقيه ديال العنق كاين السالف كاين لا فليش هادي ديال العين دور على التابع دور على التابع شوف المنبت ديال التابع فين كاين في الاسفل لتحت والكثافه ديال الشعر عاد رانا الوقفه وشو العظم ديال الرجل شوف معايا هنا شوف معايا تبع معايا الكانويات البوليات شو الحافر كي داير يعني البهيمه واقفه صح عود حاضر حاضر ناظر حاضر اللهم صل عليك يا رسول الله يسخر يسخر ولد من هذا سايس هذا خويا الجدعان اللي عندي خوها من باها قبل منها بعامين سايس بار عنده دابا راه طالع ب 5 سنين هذا ياك صافي هنا السلام عليكم هادو جوج دعاء ديال البارب يسخر يسخر اللهم بارك هادو ولاد مو الزار زار هذاك هذا ولد من هذا مكناس مشري مكناس لا ولد مكناس 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 حيت كاين مكناس هو جد على داخل الحمراء اللي عند الدين ولاد مكناس يسخر اخي هادو كاملين عودات هادو عودات كاملين زاويات هادو كاملين زاويات اللهم بارك اخي غير زيد اللي عندها غير مولي هادشي خويا صورها ليك وصورها ليك لا اخي لا كل شيء باين كل شيء باين اخي عجبتني هذه العوده يا اخي هذيك راه جدعه هذيك ديالي قد جدعه 2017 بلقي سليماني بنت موح لهذي كاملين اخذ ومن هذيك عندك قاسحه هذه ظريفه ماشي على قاسحه وظريفه هذه من الاصل ديالها مهل رطب معروف بها هذه بها عاود خاص بالجره العربي البربري ديال الكورس ولاد مهل راهم عطاو نتائج مزيانه هذه بنتو ديال المهل انا دو اخي بقى نشدو بقى غير نبقى نشطليو معاه عرفتي علاش شوف المساله ديال الخيل اللي غتلقى عنده ساهلين لان كتحط عليهم اليد النخيله تاه ديال الزين شوف النخب
واحدة جوج ثلاثة أنا ما تشوف لا نخل ولا زيت أنا نشوف الأصل أصل هذاك النخل ولا الزيت وداك الشيء كنقولوه في السوق باش نبيعوا به كنزوقوا باش نبيعوا هنا كاين المعقول نيشان والله أنا نهضر معاك بصراحة أخي يونس هذه المسألة هذه أنا الأصل الجدر هنا راه إلا تبعتي هذه السلالة ديال هذا الخيل راه كنقول لك راه خص المتلقي يعرف الدور اللي لعبوه بحال هذا الفلاحة بحال هذا الوجه اللي لعبوه بحال هذا الناس واش فهمتي؟ صح المتلقي شنو خصو يعرف؟ يعرف بان المجهود راه كيدوز على هذه الفلاحة راه الخيل اللي كدوز بسميت لو نيسور يعني المولد عبد الرحيم البرقادي ها منين كتبدا؟ ها منين ماجية؟ الأساس المجهود المجهود اللي كيتبدل باش كنوصلوا حنا هذا العود العود ما بقى ماشي حتى يوصل لك للتقويدة ولا التبوريدة ولا الكورس راه هنا كيبدا العود هنا كدوز على مولاه تمارة ارسل يا ماشي معاك راه مع اختها حسن
سعيدة الناس دريستو يا سي محمد ديجي الناس جمعة ودرع صراحة سخفت دابا غادي نخرجوا دابا العود رقم 3 من بين دوك 17 و 20 نخرجوا دابا رقم 3
الكوب والبرد. صافي شكرا بزاف. عييت اخويا سخسخوني الثلاثه هادو الله يحسن عوان اخويا السيد هذا والله تماره ديال بصح اخي باش تطلع بحال هاد السلعه هادي ما ساهلش اخي ريح واش ساهل العود لا والو ما ساهلش العود ما ساهلش اخي غير الحب دابا الحب ديال هادشي ديال الخير هو اللي كيحرك فيك هادشي وكيولي هادشي كيجيك بحال السيرفيس اليومي زبده عادي لان ما كديروش بالجميل كديرو حب لان داكشي اللي كدير انت كتبغيه ماشي فارضو عليك شي واحد انت باش غتنوى مثلا هذا الطين هذا وهذا دقه وهذا البني التقليدي وكي كنقولوا هذه العشوائيه الطبيعيه غتخرج منها هذا الزين راه ما كاينش اللي غتستوعبها تاخذ ما الله يكرمك بارك الله يبارك ثلاثه وسخفونا ثلاثه سخفوني حبابكم في الحيينة عند عبد الرحيم البرقادي بطل وطني واحد الشخص اللي ساهم بدور كبير في تطور السلالة الوطنية الشبوكية الحيينة شوف نسدو ذاك الباب هذا هو لا تيراس كتطلع على الطبيعة الاتجاه ديالنا سي هشام مرحبا بك اخويا الله يرحب بك بخير سي لاسيان مرحبا بك اخويا مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بالمغرب كامل كل القادم المونتاج تاعك كبيره والله
صافي غير غير كتشوف غير سي هشام مرحبا بك عندنا اخويا. الله يرحمك سي حسن. مرحبا بك اخويا. مرحبا بكم اخويا. مرحبا بكم عندي اخويا. الله يبارك فيك خالي. مرحبا بك العزيز. مرحبا بكم اخويا. الله يرحم هذا الجلسه اخي زوينه معنا. جلسه حيانيه. والله علاش عقلنا عينك انا اخي هشام كنت تعطلت. تعطلنا مشينا طلعنا للدار دراجه. هشام جينا اخي. جينا. المهم اخي حسن دابا غنقولوا بسم الله تنساليو ونعطيك بعض الاسئله بصحتكم وراحتكم الاخوان. المهم اخوتي جالسين في هذه الكليسه الزوينه البلديه في هذا الصالون جميل جدا رفقه الاخوان ديالنا. المهم ضربنا لقسم الله. دابا كاين السيد اللي مقابل الخيل هنايا في المحا بغينا غير نسولو بعض الاسئله اللي غنبارطاجيو معكم باش نتوما تفهموا وتعرفوا شنو كاين. المهم سي حسن مصرفينا سي حسن. السؤال ديالي الاولاني كيفاش كتحس براسك مع الخيل؟ مزيان الحمد لله. شنو هو الشعور ديالك؟ ديال الماكله والتهليه والتمارا من الفوق نتهلاو فيهم بالغسال والماكله. ايوا شكرا. تقدر تقول لنا ملي كتفيق في الصباح شنو الخدمه اللي كدير؟ كننظف الصباح بكري. اش من ساعه بعد اش من ساعه؟ مع السته. السته كننظف مع السته كنعطيهم ياكلوا كدير لك الثمانيه كنعلل الفم. ايوا وكنعطيهم عاود دير لك 10 ولا 11 كنعطيهم سبينه. ايوا كنخرج بحالاتي. المهم شكرا بزاف اخي حسن. تقول لي اخي هشام شحال ولا؟ انا بالنسبه لي الميساج اللي بغيت نوصل من خلال هذا الشيء كله هو البدل. كنتاسفوا لنا ما حضرش معنا السي عبد الرحيم البرقادي لانه هو بطل وطني كي كنقولوا كنعاود ناكدها. هو الاخ ديالو. الاخ ديالو الكبير لان هذا حل عينيه لقى الخيل في الدار. هذا هو جنود الخفاء تمارا كدوز على هذا ولان اللي كيعرض المنتوج هو السي عبد الرحيم يعني الساهر على المنتوج وعلى التطوير ديال المنتوج والسلاله هو عبد الرحيم. عبد الرحيم ما حضرش معنا لان الاخ ديالو تعرض لواحد الحادثه نتمناو له الشفاء العاجل بعدا من هذه المناسبه هذه. واللي بغيت نوصل هاد الناس راه ما خصهم والو. هاد الناس بخيرهم وما خصهم والو. اللي خصهم خص غير اللي يعطي شي شويه القيمه لهذا المنتوج. هاد الناس كيحافظوا على التراث الوطني على الموروث الوطني محافظين على السلاله البارب محافظين على السلاله البربريه محافظين ولعبات. انا كنقول لك الناس اللي لعبوا دور بالنسبه حتى الفحول اللي كاينين عند الشركه الملكيه لتشجيع الفرس ولا عند وزاره الفلاحه سابقا قبل ما تدخل لاسوريك قبل ما تجي الشريعه الملكيه لتشجيع الفرس. هاد الناس كان عندهم ديجا حضور وزن مع وزاره الفلاحه بعدا فاش كانت وصيه على القطاع. دابا اللي كاين هو هاد الناس شنو خصهم؟ ما غادي يهضر لك لا على الدعم ولا على هذه. اللي كيخصهم خصو غير بنادم اللي يعز الخيل ماشي اللي يدلها. لان الاصل انا كنقول لك في التجاره ديال الخيل هي الدار. هذه علاقه بيني وبين هاد الناس. شنو هاد الناس ما بيني وبينهم العلاقات قرابه ولا علاقه ديال الجوار. شوف انا منين جاي جابني الخيل وجابني الحب للخيل. دخلت لهاد الدار لقيت لها زاويه. هاد الدار ماشي غير هاد الدار شله ديور كاينين هنا في حيينا مخفيين ولاني غير كتقول في حيينا كتقول البرقادي ضرب في الراس معروف معروف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. في جديده معروف البرقادي في مكناس معروف البرقادي في المغرب معروف البرقادي ولاني ما كاينش قليل اللي كيعرف بيني راه هاد الكواره ديال الطين وهاد البساطه وهاد البدائيه وهاد التقليدي. هاد الامور التقليديه كتخرج هاد الخير كامل. لعبت واحد الدور كبير في انتاج الزوال ماشي راه كنقول لك الحيينه هي المهد ديال البربري وديال العربي البربري. هاد المنطقه لعبت واحد الدور كبير. ودابا اخي هاد الحيينه يا اخي ما معروفاش هذا هو المشكل. شوف المغرب كامل خير غير حنا دابا بدينا معاك من الاول. الاصل ديال الخيل ام الخيول في المغرب هي الحيينه. تيسا هي العاصمه الاداريه ديال الحيينه وطابو عبان هي الاصل ديال المنبت ديال الخيول. هاد الناس غيشهدوا لك بها الناس ديال تيسيلا بتي عندهم غيقول لك عندنا معروفه طابو عبان. لان السيوف الثقال ديال الخيل وديال تربيه الخيول هنا كاينين. واخا شكرا شكرا بزاف. المهم ريحوا مرباي واحد الطويله.
خسرنا هاد الشيء راه بزاف، راه فين ما مشينا نتوما كتلقاو اتي موجود سابقنا اتي، حنا اتي سابقنا. عطيكم الخير ابويا، انت عجبتيني شتي انت سبايب يا اخي. الله بالله اصاحبي بالله انت راه عند السمنه غير من اللي داخل. اللهم يسر. قلت لك اخر ديما كتلاقى مع المستاج اخر، راه المستاج فين ما مشيت كتلاقى مع المستاج. ولا لا حاشم ولا بغيت اخي نكبر ذاك المستاج غير بحالي. بغيت نكبر الملحه الحيه. اسم الكريم ديالك العشير؟ عزوز. ها؟ عزوز الله يعزك اخي. وانت؟ مصطفى. انت راه تلاقيت معاك التجار ذاك انت العشير؟ عبد الهادي مشرفين. عبد الخالق. عبد الخالق رحيم بالغوت. هذا هشام هذا معروف. مرحبا بنا اخوتي كاملين هنايا. انا كنضرب اختي انا كنضرب اخوتي سلو الزميطه بالعربيه تاعها. راه في المعلقه ما بقاش كيشوف المعلقه كانوا حاشينها تحت تحت تحت. الناس هنايا الله يعمرها دار بشكل الناس طوب. داري بجوج لا 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 كريم يا هادو جوج شتيعات عند خونا عزيز بابا مصطفى ما روح اي حدا داك السوق تفرد قدر رقاب مصطفى انت قرب منك هادو معاك هادو تريكتا راه غاينه غاينه يا تهنا تهنا سير 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 اخويا يونس هادو جوج جدعات جدعات ديال العام ونص جينا شويه كما تركب فيهم التجاره. انا دابا هذا هو السيكتور ديالي فاش كننشط. هادو جوج دعاز جينا نشوفوا هاد الناس هادو كما تركب فيهم التجاره ويديروا معنا شي مروه. الله يعمر اسلعه كلينا معاهم وشربنا ورجعنا نزيدو ناكلو ونشربو عاودي لك. اللهم يسر خويا هشام. الله يسخر الله يسخر الله يعطيك الصحه ودي اخي محمد. شي كلمه عمي. مرحبا مرحبا الحبيب ولا لقتنا التجاره مرحبا بك. هشام صورة هشام بعد ما خرجنا هاد الجدعات هادو غادي نخرجوا الملكي العود العشير ديالي الطراف هاد الزين تباتا
المهم الاخوان وصلنا لنهايه ديال الفيديو. غادي نختموا الفيديو من هنايا بالضبط في هذه المنطقه هذه وفي الطبيعه الزوينه وفي هذه الخلوه هذه مع هذه الناس الزوينين. المهم شكرا بزاف لاي واحد شارك في هذا الفيديو هذا، شكرا بزاف للناس اللي تلاقينا معاهم ودوزنا معهم واحد الوقت زويون، شكرا لكم من القلب. تحيه للناس ديال الخميسات من هذه المباراه. نتمنوا ان حتى تكون هذه المبادره هذه يعني اللي عنده شي خير في المنطقه ديالو، ان الخير الخير والخير كاين في المغرب كامل. حنا بغينا هذا الشيء يبدا من البدايه ديالو ونتمنوا نشوفوا الزين، نتمنوا التوفيق للجميع ونتمنوا نشوفوا الخير ونشوفوا الخير ونشوفوا الزين. وحنا حنا بدينا معكم دابا من الحيينا من البدايه، الاصل الخير في المغرب الاصل وطابو عبان بالضبط معنا خويا كريم. انا كي كنقولوا هذا هو السيكتور ديالي فين كتنشط التجاره ديالي، ومع هاد الناس كنعيشوا وكناكلوا خبيز الله يعمرها سلعه والله يعمرها خيمه. كلينا وشربنا، كلينا الخبز، كلينا الفلوس، كلينا الزيت، كلينا اللحم. صحه ولك الحمد، اللهم لك الحمد. لاحظتكم اخوتي، شكرا بزاف.